خلينا نفهم تفاصيل أكثر عن الجهود المصرية وطبيعتها من دكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلاقات الدولية. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور إكرام. صباح الخير على حضرتك أستاذ باسم وأستاذة سارة، وصباح الخير على السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك يا دكتور. صباح النور يا دكتور. عايز أسأل حضرتك على رؤيتك لتأثير الجهود المصرية على هذا الصراع أو على حماية القضية الفلسطينية من التصفية، خصوصا وأنه الكثير من المحللين كانوا بيروا أنه يوم أمس أكثر الشواهد كانت بتقول أنه هو هيحدث اجتياح بري أو عزم القوات الإسرائيلية وقوات الاحتلال بوجود اجتياح بري لجنوب قطاع غزة، وهو الأمر الذي لم يحدث. هسيب لحضرتك التعليق على هذا الموضوع. طبعا يعني هو في حقيقة جهود مكثفة بتبذلها مصر سواء على المستوى السياسي أو المستوى الدبلوماسي أو المستوى الإنساني، في اجتماعات متعددة ووساطات متعددة قامت بها مصر المشاركة مع دول أخرى عربية وأطراف دولية مؤثرة من أجل التوصل إلى نوع من الهدنة ونزع فتيل هذه الأزمة. احنا شفنا مصر شاركت بجهود مقدرة الحقيقة في اجتماعات عقدت في باريس، ثم كان في اجتماع قمة في مصر أيضا من أجل التوصل إلى حلول وتقريب وجهات النظر. إذن الدور المصري لا يتوقف. بالأمس كان في وفد رفيع المستوى أيضا بذل الجهود في هذا الإطار مع الجانب الإسرائيلي، وربما يعني في بعض التصريحات من جانب إسرائيل والتي يعني إذا تم الالتزام بها وتحققت فده بيعتبر أيضا خطوة إيجابية هامة. وجهة النظر اللي بتركز عليها مصر دايما وبتعمل أيضا على إيجاد توافق دولي حولها هي ضرورة التوصل إلى اتفاق ينهي هذه الأزمة المتفاقمة واللي هي الآن في شهرها السابع، وخصوصا أن تداعيات هذه الأزمة بتبقى تطرح أثرها على الإقليم وربما على العالم ككل. مصر حذرت أيضا شركتها في ذلك عديد من دول العالم من اجتياح رفح الفلسطينية، وده اللي كان بتهدد به إسرائيل منذ فترة، ولأن هذا الأمر إذا تم سيزيد من المشكلة سيزيد من حدتها وسيزيد من خطورتها وانعكاسها سواء على الإقليم أو على العالم ككل. طيب دكتور إكرام، عايز أعرف رؤية حضرتك إلى الفترة المقبلة، إيه اللي ممكن يحدث بعد كل هذه المبادرات واللقاءات الثنائية بين الجانب المصري وغيرهم من الدول الكبرى؟ يعني وطبعا في مواقف دول كتير جدا تغيرت، لو هنتكلم عن الموقف الأمريكي واحد منهم أو من أكبر المواقف اللي تغيرت، يعني الموقف الأمريكي. يعني هو طبعا في تغيرات كبيرة حدثت في مواقف الأطراف الدولية المختلفة وبالذات الدول والأطراف التي كانت تؤيد إسرائيل على طول الخط، وشاهدنا حتى يعني اعتراضات تأتي من داخل هذه الدول، وإحنا بنرى الآن أو في الفترة الأخيرة ما يحدث حتى في الولايات المتحدة الأمريكية نفسها وفي الجامعات الأمريكية ومن الطلبة الأمريكيين. إذن كل دي تطورات بتنعكس على القضية، وبنأمل أن تحقق جهود الوساطة التي تبذلها مصر والتي تبذلها أطراف أخرى إقليمية أو دولية تحقق نتائج إيجابية، لأن هذه الأزمة الحقيقة بتنعكس على المنطقة ككل. والتخوف، وده اللي أشارت إليه القيادة المصرية منذ البداية، أن تمتد هذه الأزمة إلى أطراف أخرى غير الأطراف المباشرة، يعني غير الفلسطينيين وإسرائيل. احنا شوفنا يمكن في الفترات الأخيرة التطورات التي تحدث في البحر الأحمر وهي شديدة الخطورة، وما يحدث من تهديد للملاحة البحرية والتجارة الدولية وينعكس على الاقتصاد الدولي. شوفنا أيضا منذ فترة قريبة التوتر الشديد الذي حدث بين إيران وإسرائيل والضربات المتبادلة. بالتأكيد كل دي تداعيات، وبالتالي يحتاج الأمر إلى مزيد من تكثيف الجهود من أجل نزع فتيل هذه الأزمة والتوصل إلى إنهائها والهدنة التي يتم من خلالها الوصول إلى نتائج إيجابية. يعني إن شاء الله قريبا جدا يا دكتور هنصل إلى نتائج إيجابية ويتم وقف إطلاق النار. بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلاقات الدولية.